بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. ذكرنا لحضراتكم في آخر لقاء وإحنا في الحديث عن السنة النبوية المطهرة وكيف كان منهج الرسول عليه الصلاة والسلام في تعليم الصحابة وفي توجيههم وفي الطريقة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام في زرع العقيدة السليمة والأخلاق العالية الرفيعة في نفوس وقلوب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بحيث أنه أصبح عصر النبوة حقا هو عصر التأسيس للأمة، اللي الأمة دي اللي هي قادت العالم كله بعد ذلك. عصر التأسيس لأن احنا بنتكلم على إنه هو العصر اللي حفظت فيه السنة، لأنها حفرت في نفوس الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، حفرت في صدورهم لأنهم عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. كل ده أثر بدوره في حفظ السنة في النفوس والصدور والسطور، لأن الصحابة مش بس كانوا بينقلوا الروايات اللي النبي عليه الصلاة والسلام قالها قولا، إنما كمان بينقلوا الحاجات اللي شافوها وعاشوا معاها وتعايشوا معها، واللي كانوا هم يعني أحد أفراد السائلين أو كل المجموع اللي كان قاعد في مجلس حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام يتلقى العلم، أو إنه منهم المجموعة اللي شافت الوفد اللي داخل على النبي عليه الصلاة والسلام بيسألوا في أشياء والنبي عليه الصلاة والسلام يجاوب. وحنشوف كمان طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في إجابة السائلين إزاي هي نفسها بتحفر اللي بيعلمه النبي في نفوسهم قبل صحائفهم وصدورهم، بتحفر في النفوس السنة النبوية المطهرة. وما زلنا في عرض نماذج من منهج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في التربية وفي التعليم على منهاج الإسلام الرشيد، واللي كان من أبلغ سماته إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطب الناس على قدر عقولهم. برضو رعاية المخاطب
وإحنا في إطار الحديث دوما عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام ومدى تأثير هذا المنهج على حفظ السنة المطهرة، وده ليه شق وبعد مهم جدا في مسألة أيضا تجديد الخطاب الديني، لأنه أنا لابد أن أراعي من أخاطب، مع من أتكلم، المكان اللي بتكلم فيه، إمام المسجد غير المتحدث بالإعلام غير أستاذ الجامعة، كل مكان له مخاطبين. المخاطبين دول ليهم طريقة، ليهم قدر ثقافي معين، لما أجي أتكلم معاهم أتكلم معاهم مع رعاية هذا القدر الثقافي الذي هم عليه، مش مجرد أن عندي كم من المعلومات ألقي بيه كده من غير إدراك واعي بالبيئة اللي أنا بخاطب فيها الناس اللي أنا بكلمهم، سواء أنا كنت أستاذ بالجامعة أعلم طلبة علم، أو أستاذ بالجامعة أعلم طلبة متخصصين درجوا وسلكوا المدارج العلمية الموجودة والدرجات العلمية الموجودة، ولا أنا إمام وخطيب بوعظ أو بكلم المخاطبين في المسجد. رعاية المخاطب جزء مهم جدا وخطير جدا في التعليم وفي التوجيه في مسألة الخطاب الديني، وكذلك في حفر العلم في نفوس الناس، وده كان من أهم سمات المنهج النبوي الكريم. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يخاطب الناس على قدر عقولهم. هذا رجل جاءه من بني فزارة كما يروي لنا أبو هريرة، فقال لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. يعني شاف إنه المولود اللي اتولد كان أسمر شوية شديد السمار، وهو شايف يعني إزاي هو يجيب طفل بهذا اللون، فبيقول للنبي أنكرته. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، وشوف بقى طريقة سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عشان ياخد منه إجابة، وبيسأله عن شيء هيضرب من خلاله المثل عشان يوضح المعلومة بمنتهى الهدوء والسلاسة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: هل لك من إبل؟ تمتلك إبل؟ فقال: نعم يا رسول الله. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام: فما ألوانها؟ دي ألوانها إيه الإبل اللي عندك بتاعتك دي؟ قال الرجل الأعرابي: حمر. ما هو النبي بيضرب له مثل من البيئة بتاعته، أنت عندك إبل؟ قال له: آه. ما ألوانها؟ فقال الرجل الأعرابي: حمر يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل فيها أورق؟ الأورق اللي هو الغامق. قال: إن فيها لورقة. قال: فأنى أتى ذلك؟ طب إزاي يعني الإبل بتاعتك اللون الغالب عليها أنهم حمر، وبعدين يجي فيهم الأسود أو الغامق اللونه غامق الأورق؟ إزاي يعني وإنت قبلت؟ يعني هو بيقول السائل لما بيسأله النبي عليه الصلاة والسلام، فبيقول له النبي متعجبا: فأنى أتى ذلك؟ منين بقى أنك تجد في مجموعة الإبل الحمر دول واحد لونه غامق، إبل أو ناقة غامقة؟ فقال الرجل الأعرابي: قال: عسى أن يكون نزعة عرق. في نزعة عرق، من يعني عايز يقول إنه من النسل بتاعها القديم اللي هي بنسميها دلوقتي الجينات الوراثية، جالها عرق قديم قوي فظهرت على هذه الناقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وهذا عسى أن يكون نزعة عرق. يعني المولود اللي جالك وانت عشان كان أسمر قوي وأسود فانت أنكرته، فلعله نزعة عرق برضه، اللي هي زي ما بنقول لحضراتكم الجينات الوراثية، إنه يبقى في جين وراثي بصفة معينة ولكن في أصل قديم، جدود قديمة قوي، وبعدين يظهر يأتي بهذه الجينات أو تظهر بعض صفات هذه الجينات الوراثية على الجيل الحديث، رغم أن هي ممتدة في الأصل النسب من قديم. فشوفوا طريقة النبي عليه الصلاة والسلام لما أنكر هذا الرجل أنه يولد له صبي أسود أو أسمر بهذا اللون، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام يسأله ويدير معاه حوار، وبعدين يوصل معاه أنه هذا الأمر كذا وكذا. فتبتدي تشوف إزاي أفهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل هذا الأمر،
من واقع البيئة بتاعته، من المفردات اللي هو عارفها، عشان يدفع عن نفسه القلق والوساوس ويفهم ذلك السائل تلك المسألة ويدفع عنه هذا الإنكار الذي ألم بقلبه. ده من منهج النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم، ضرب المثال وفي نفس الوقت الهدوء وفي نفس الوقت التفصيل، يعني ياخد ويدي مع اللي بيسأله، مش على طول بيجري لا، واهتمامه بالسؤال وإقامة هذا الحوار، كل ده بيحفر في نفوس الصحابة اللي تعلموه من حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ده نموذج بيعبر عن موقف شخصي، وكان حدث ما بين هذا الصحابي وبين النبي عليه الصلاة والسلام. من الصعب جدا هذا الصحابي ينسى هذا الكلام، ودول بيئة درجت على الحفظ وعلى التعلم وعلى التلقي، وما فيش الشواغل اللي زي في الحياة المعاصرة، صحراء وحياة بسيطة وبيتلقوا الوحي غضة، وفي نفس الوقت نموذج القدوة متمثل بين أيديهم حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا عن عليهم شيء أو أشكل عليهم شيئا يروح على طول لحضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام يسألوه. في صفاء للتلقي والحفظ، ما هو اختيار هذا الزمان برضو له حكمة ربانية، غير الحياة الصاخبة بتاعتنا الواحد ياخد وقت على ما يحفظ شيء أو يتعلم شيء. هناك كان صفاء ذهني شديد اشتهر به العرب. ومن منهج النبي عليه الصلاة والسلام الكريم اللي كان يساعد الصحابة على يسر حفظ السنة، عشان اللي بينكروا السنة وده ثابت، إنه النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم ثلاثة لكي يفهم، مش يقول الكلمة ويسكت، لا، إذا تكلم ثلاثا حتى يفهم، وإذا تكلم فصلا، يعني يشرح ويبين. وعن أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها أنه كان صلى الله عليه وسلم لا يسرد الكلام كسردكم، هي بتوصف طريقة النبي عليه الصلاة والسلام لما يجي يتكلم تحب تسمع كلامه صلى الله عليه وسلم، إذا يتكلم ثلاث مرات، وإذا تكلم الثلاث مرات يشرحهم ويفصلهم ويبينهم، ولا يتكلم مثلنا، ولكن كان إذا تكلم بكلام فصل، شوف هي بتقول إيه أمنا سيدة عائشة، يحفظه من سمعه. ليه؟ لأنه بيكلم بالراحة وفي نفس الوقت يعيد الكلام، وفي نفس الوقت لا يجاوز هذا الكلام حتى يكون بينه قوي وشرحه جدا وفصله تفصيلا. وفي رواية أخرى كانت بتقول إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، يعني لو أنت، هي بتوصف طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في الكلام، يعني في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام وفي طريقة النبي في الكلام عموما، لما يتكلم من كتر ما بيتكلم بهدوء وتؤدة وطمأنينة في الكلام، اللي بيسمعه يقدر يعد الكلام من كتر هدوء النبي عليه الصلاة والسلام واطمئنانه وسكينته في سرده لكلامه صلى الله عليه وسلم. فكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هو بيعيد الكلام ويكرر الكلام على السامعين، ما هو معلم، وده منهج نبوي كريم في تعليم العلم اللي هو كان الوحي الشريف، يكرر على السامعين حتى يدركوه جميعا. اللي حفظه سريع لقط، اللي حفظه نص نص هيلقط، ما لقطش المرة الأولى في إلقاء الخطاب هيبتدي يلقطها في المرة الثانية، ما كانتش في المرة الثانية هيلقط في المرة الثالثة. لذلك كان يعيد يكرر، ومن هنا تعلم أهل العلم إنك مش تقول المرة وبس، تقول وتجيبها بطريقة تانية وتجيبها بطريقة تالتة وتوضح وتبين، عشان مش كل اللي بيسمعوك على مستوى واحد في الاستماع والتلقي. فكان يكرر عشان يدركه الجميع، فلا يفوت أحدهم لا بعض كلامه صلى الله عليه وسلم. وعن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة، شوف بقى جات لك من رواية تانية، أعادها ثلاثا حتى
تفهم عن، يعني الغرض إنه زي ما ستنا عائشة قالت حتى يحفظه من سمعه، وبتحط جنبها كمان مش الحفظ كمان بس، وحتى تفهم عنه. يبقى اللي وضحته لنا أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها حتى يتمكن الحفظ في الصدور، واللي قاله لنا سيدنا أنس رضي الله عنه حتى تفهم عنه. يبقى هو بيلقي بالوحي، بيلقي بالحديث، سواء بالقرآن سواء بالسنة، دي طريقة النبي، ده منهج النبي عليه الصلاة والسلام، إنه بالراحة، إنه يعيد، إنه يكرر 3 مرات حتى يسمعه، حتى يحفظ من سمعه، يحفظ هذا الكلام من سمعه، وكما أخبرت أمنا السيدة عائشة وحتى تفهم عنه، عشان كمان اللي بيسمعه يفهم. وتكملت الرواية لسيدنا أنس بيقول: وإذا أتى على قوم فسلم سلم 3. هو بيتكلم هنا بيقصد أداب الاستئذان عند الدخول على الناس، إنك بتخبط 3 مرات أو بتقف في مكان مثلا تكون أنت في مستتر، وبعدين تستأذن تسلم عليهم وتستأذن 3 مرات. دي من أداب الاستئذان الواردة في الشريعة الغراء. إحنا بنفهم من بعض هذه النماذج إنه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان بيبين للناس الأحكام بصورة جيدة جدا، غاية في الدقة، غاية في الإحكام والحرص على وصول المعلومة تماما، فيعين اللي بيسمعه إنه يحفظ، ويعين اللي بيسمعه إنه يفهم، حتى إنه لا يبقى لسامع سؤال ولا لسائل مشكل يقف عنده في حديثه صلى الله عليه وسلم. وقلنا قبل كده حتى إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يجيب السائل بأكتر مما سأله، وبأكتر من أسلوب، وبأكتر من طريقة، عشان لو لم يفهم السائل سؤاله من إجابة واحدة من حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام يمكنه أن يفهم بالطريقة الثانية أو الثالثة. الحقيقة منهج النبوة في التعليم والتربية والتوجيه كله كان يتغيى فيه ويسعى فيه صلى الله عليه وسلم إلى التيسير في جميع الأمور. وكان في منهج النبي عليه الصلاة والسلام دايما بينهى عن التشديد والتعقيد، يريد بمنهجه الميسر اللي مأمور به صلى الله عليه وسلم، يريد من المسلمين إن هم زي إن هم يأتوا ويأخذوا بالرخص اللي ربنا عملها لهم وأباحها لهم كما يأتون العزائم. وينهى صلى الله عليه وسلم عن التنطع في العبادة، الناس تضيق على نفسها وتشدد على نفسها، ولذلك لما كان بيجد نماذج فيها تشدد أو تضييق أو تنطع كان ينهى عن ذلك بشدة على طول صلى الله عليه وسلم، فكان ينهى عن التضييق في الأحكام. وصدق الله تعالى إذ بشر نبيه الكريم: ونيسرك لليسرى. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن الله قال له ونيسرك لليسرى، فإذا هو صلى الله عليه وسلم ناطق بلسان الشريعة اللي كلها سماحة وكلها يسر، وكمان بيدعو إليها، الأحكام كلها يسر وسلاسة ما فيهاش صعوبة، وفي نفس الوقت هو يدعو حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى التيسير دائما، عشان يكون ده منهج حياة عام وشامل. والتشديد ده مش مطلب شرعي، بالعكس الفضيلة وسط، زي ما بنذكر حضراتكم دائما وكما تعلمنا أن الفضيلة وسط بين طرفين كلاهما رذيلة، لا عايزين إفراط ولا تفريط، والوسطية سمة هذه الأمة الكريمة. وتعالى شوف رواية سيدنا اللي رواها لنا سيدنا ابن عباس رضي الله عنه، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعلم الصحابة ويوجههم، وبالذات اللي كانوا منهم معلمين، ولو إن النبي عليه الصلاة والسلام وجه الرسالة دي للجميع وقال علموا ويسروا، علموا ويسروا، إن إحنا أمة علم، علموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. فدي توجيهات بتأسس في عهد النبوة الشريف وفي زمن النبوة الشريف إلى المنهج العلمي اللي ضروري أهل العلم يسلكوه.
علموا ولا تعسروا، علموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. ده منهج الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وضع في زمن النبوة واجتهد الصحابة في تنفيذه، وبالتالي ظهرت الثمرات بتاعته بعد في الزمن الأول زمن النبوة، وبعد كده القرن الأول والثاني والثالث، وبدأ يثمر ويثمر خيرات كثيرة. فمن الظلم والبغي إن إحنا نقول لا، ده كل ده وضع في القرن الثاني ولا في القرن الثالث، كلام فاضي. كل وضع في زمن النبوة، كيف ذلك والوحي ينزل بين أيديهم يبلغهم به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وبما إن النبي عليه الصلاة والسلام رسول مرسل صاحب رسالة، فهو قدوة المسلمين في كل شيء. وقدوة المسلمين دي اللي هم الصحابة الكرام رجالا ونساء، شايفين القدوة الحية دي قدام عينيهم اللي هي سنة النبي العملية. ومنها مثلا إنه لاحظوا الصحابة إنه النبي لما يجوا يخيروه بين أمرين ما يختارش الحاجة اللي فيها تشدد، فيقولوا إنه ما ورد في صفة حاله صلى الله عليه وسلم من سنته الفعلية أنه ما خير بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. دي كانت مراقبة الصحابة لأحوال حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وتسجيلها وحفظها في صدورهم وسطورهم للكتبة منهم. وإذا احنا تتبعنا سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام يتجلى لنا حلم النبي عليه الصلاة والسلام طارة، حب النبي لأمته طارة، غضبه للحق حينا، نهيه عن التعقيد في الأمور أحيانا، وأشياء كثيرة زي مثلا ما رواه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه بيوصف حال موقف حدث. كل أحوال النبي عليه الصلاة والسلام دي حفظها الصحابة ودونوها رجالا ونساء الذين قاموا برواية الحديث عن حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي تعلموا في مدرسة النبوة كيف بهم يهملوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف موقف حصل قدامهم، وسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه شاف الموقف مع الصحابة اللي شافوا الموقف ده في المسجد، وشاف تصرف النبي مع هذا الأعرابي الذي دخل إلى المسجد وبعدين راح صلى ركعتين، وبعدين على قد فهمه يعني راح قايل إيه، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال لقد تحجرت واسعة، أنت ضيقت أمر واسع، يعني صحح له النبي عليه الصلاة والسلام بطريقة لينة هينة. هذا كان منهجه، وهذه كانت يعني طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وأسلوب رسول الله عليه الصلاة والسلام في التعليم وفي التوجيه حتى لمن أخطأ. ثم نفس رجل الأعرابي ده لم يلبث إلا إنه بال في المسجد، فأسرع الناس إليه، خلاص انت بتعمل ايه، الراجل بيتبول في المسجد. فقال لهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يعني هونوا بقى كده على نفسكم، انتوا امه ميزت عن الامم التي سبقتها بايه، بالتيسير. فقال انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، اريقوا عليه دلوا من ماء او سجلا من ماء، خلاص كبوا عليه شوية مية وحيبتدي بقى النبي يعلم هذا الأعرابي اللي بيتعامل على قدر فهمه وعلى قدر الثقافة اللي هو أتى منها. وشوف هدوء النبي عليه الصلاة والسلام، كيف للصحابة ينسوا موقف زي ده، الأعرابي ده اللي داخل وبيدعي بدعاء يوم يصحح له النبي صيغة الدعاء، وفي نفس الوقت تصرفه كان غير لائق على قد فهمي، فالنبي يهدي الصحابة ويقول لهم اتعاملوا معاه ببساطة، انتوا بعثتم يعني ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وبعدين كبوا شوية مية على اللي عملوا ده، وبعدين يتم توجيه الرجل بهدوء ويتم تعليمه بطريقة فيها تؤدة وفيها نوع من رعاية مستواه الثقافي اللي جاي منه،
ده أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام في طريقة التعليم والتوجيه، التيسير ده والتوجيه لده، إزاي الصحابة هينسوا ده؟ كيف بالصحابة يهملون هذا العلم؟ طريقة النبي دي مدرسة عظمى، ده النبي عليه الصلاة والسلام منهج نبوي عظيم للي عايز يعلم الأجيال اللي جاية. هذا المنهج النبوي الشريف الحليم الميسر المبسط في التوجيه والتعليم، المنهج ده بالطريقة اللينة الهينة دي ساهم في تمكين السنة بأنواعها الثلاثة القولية والفعلية والتقريرية في نفوس الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليه. زي ما قلنا، سواء كانت هذه السنة ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أو اللي كان بيعمله النبي عليه الصلاة والسلام وكان بيلحظه الصحابة، لأنهم كانوا مركزين قوي في تلقي الوحي من حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء فيما كان يقول أو في اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام بيعمله اللي هم سنته الفعلية أو التقريرية، إنه يشوف حاجة وبعدين لم يعلمها لمن قام بها لكن أقر الحاجة اللي هو عملها، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام نبي كريم، لأن ده منهج كمان نبوي كريم، أسلوبه بيفيض رحمة بالسائلين، بيفيض حكمة في التوجيه والتربية والتعليم، أسلوب ما فيهوش شدة تنفر السائلين ولا غضب يخيفهم فلا يأتون إليه ولا يسألون، بالعكس يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل ده كمان لو قابلوا النبي في الطرقات يستوقفوه ثم يسألوه بأريحية وبهدوء، تلقي دائم للعلم النبوي الشريف. كيف بعد هذا التلقي وحرص الصحابة الكرام على أنهم يتلقوا هذه الأنوار أنهم يهملوها أو يهملوا حفظها سواء في الصدور أو في السطور، إنما طريقة النبي عليه الصلاة والسلام دي اللي كلها تيسير وحلم وهدوء والتذكير والتوجيه بين الحين والحين بالرفق واللين والمرحمة، المنهج ده منهج النبي عليه الصلاة والسلام الشريف، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام منهج متوافق مع الطبيعة البشرية اللي ربنا فطر الناس عليها، فلم يخاطب الناس بما يصعب على العقول يعني فهمه أو يشق على النفوس تنفيذه، إنما صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الناس بما يستطيعون ولا يكلفهم شيء يشق على قلوبهم أو على نفوسهم. ولم لا وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الرحمة المهداة، وقد قال الله تعالى: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. صدق الله العظيم.